جاي الخير كنا نقولوا فيها في البداية لدول وصلت فينا نعيش في أول صفحات النهاية. شن تعرف على الأمل على الطريق والدرب، شن تعرف على الحب وانت ما عندكش قلب. ونحب ويفرحان بسمة أمي إدمان، قلبي كبير ونعطي فرصة حتى للي مخيخان بمواقفي. راس فيتالي عبرني قروشي بابلي ليت وما دي نظري كوي. هم الجنوب، هم الأصالة، هم الفن التارجي بكل أصوله. فرقة البارجت اليوم راح تخش على اللجنة حتى تفتك بطاقة العبور لإسطنبول، فهل راح يكون عرضهم مقنع؟ يلا نشوفه مع بعضنا. مرحبا. مرحبتين بيك. أهلا وسهلا بيكم. عرفونا بالفرقة. فرقة البركت للفنون الشعبية. البركت هذه منطقة في مدينة غات، هذه منطقة البركت، وسمينا الفرقتنا على اسم منطقتنا. والفرقة هي عريقة من 1888. هذه الفرقة تتوارد من جيل إلى جيل حتى هذه اللحظة، ما يقارب عمرها منكم 170 سنة فرقة من جيل لجيل حتى هذه اللحظة، وتوارثناها ومشينا فيها والحمد لله. نحن شاركنا طبعا في ليبيا ستار، نبوا نوروا للعالم ثراثنا الليبي التارجي. نحن جينا من غات 2100 كيلو، برغم أن واجهنا الصعوبات وعطلة السيارات، لكن ما زال عندنا إرادة للوصول إلى دولة تونس الشقيقة باش نشاركوا في البرنامج ليبيا ستار للفوز. نبوا نشاركوا للفوز، مش جايين نشاركوا للفوز، ونبوا نوروا ثراثنا وتقاليدنا. نحن واثقين في أنفسنا وفرقتنا لأن فرقة عريقة. طبعا شاركنا في الفرقة ليبيا ستار، طبعا طامحين في الفوز بإذن الله وحنفوز. فضلوا. Thank you.